مساء الخير مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وتحديدا بشارع محمد السادس فين كيكونوا صحاب الفراشة حدا القصرية ديال درب السلطان. للأسف هنا فين كيتواجدوا صحاب الفراشة ملي كيساليو كيخليو الأزبال ديالهم، الشارع توسخ ولا حالته. أصحاب النظافة شكر جزيل لهم من هذا المنبر، لكن حبذا لو كل واحد يجمع الزبل ديالو باش ما نوصلوش لهذه النتيجة هذه. كيف ما كتشوفوا كيخليو الشارع في حالة يرثى لها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنتمنى من أصحاب النظافة أنهم يجيو وينقيو هذا الشارع، لكن المسؤولية كتبقى للناس صحاب الفرارش، الناس اللي عندهم المحلات هنايا ديال البيع والشراء، يوليو يجمعوا هاد الازبال ديالهم، هكا غادي يبقى الشارع نقي، ما غاديش نوصلوا لهاد النتيجه هادي. هذا شارع رئيسي، شارع محمد السادس، خاصو يكون نقي، ما خصوش يوصل لهاد الحاله هادي. كيف ما كتشوفوا من الراس حتى للراس، يعني الأزبال بكثرة، يعني ماشي شوية، الأزبال بكثرة لواحد الدرجة ما تتصورش. فكنتمنى من الناس اللي تيخدموا هنايا في شارع محمد السادس من يساليو العمل ديالهم، يساليو البيع والشراء ديالهم، يجمعوا الأزبال باش ما نبقاوش نعيشوا في هاد المناظر اللي ما خصناش نعيشوا وسط منها. يعني حتى السكان اللي في هاد الشارع هذا راه كيعانيو من هاد القضية هادي. كما كتشوفوا للأسف الشارع راه حاتو بالأزبال. غادي نحاول ندير بكم جولة في هاد الشارع هذا، كنتمنى الميساج يوصل للناس، الناس اللي كيخدموا هنايا، وما يبقاوش يخليو الأزبال ديالهم هنايا. بغيتي مدينة؟ هانتي غتمشي من هنا نيشان. نيشان بقاي غدا نيشان، غتلقاي المدينة. يعني راه حتى الناحيه الاخرى راها عامره بالازبال، ماشي غير هاد الجهه بوحدها، حتى الجهه الاخرى العكس ديالها حتى هي راه كلها عامره بالازبال. قدام المحلات عامر، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انتم فما فيها بس انسان مني يكمل الخدمه ديالو، يجمع داك الزبل ديالو ويحطو في المكان المخصص للازبال، ما غاديش تكون هاد الفوضى. كما كتشوفوا هادو الكراطن ديال الملابس وديال التمار وديال شوفوا على حال الشيء ما خصوش يكون في هذا الشارع. يعني الشارع كامل في هذه الحاله هذه، وريحه الريحه ديال الزبل لا توصف. فكنتمنى الميساج يوصل للناس ديال النظافه والناس ديال الناس اللي كيخدموا هنايا، فهاد الحالة اللي تيخليو فيها الشارع غير لائقة بتاتا، هادي ماشي حالة. يعني هاد رجال النظافة كنتمنى انهم يدخلوا شارع محمد السادس كله أزبال. كنتمنى من رجال النظافه يتدخلوا، كنتمنى من الناس المسؤولين اللي تيخدموا في هذه المنطقه هذه ما يبقاوش يخليو الازبال مرميه هنايا،
لان ما نقدروش نعيشوا في هذا الجو. الناس اللي ساكنه هنايا صعب عليهم الحال شويه. شكرا لكم متابعينا الكرام على حسن المتابعة. وغادي نودعكم في هذه اللحظات، وكنتمنى الميساج يوصل ان شاء الله باذن الله، وما نلقاوش هذا الشيء مرة اخرى، لان صعيب الحال نعيشوا في وسط الازبال، صعيب علينا الحال، لا الرائحة ولا الشكل، غير مشرف. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونودعكم في امان الله، ونلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.